وفي اشياء ما قلتها لي احب اعرفها. تفضل كابتن محمد. الله يحييك. يزيد فضلك. احنا طبعا في هذا الصدد والاسلام من الاديان السماويه يعني الروحانيه، وعندما نتكلم في هذه المسائل دائما هي عباره عن تاملات. فقبل التاملات انا دائما بحب اقول: وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضروني. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سورة الإسراء الآية 85. وهذه طبعا الآية لطالما استخدمها البعض في أنه يغلق الباب على المؤمن في التفكر في عالم الأرواح وفي الروح، لأنه ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة النساء الآية 82: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن، هذا أمر غير مباشر، أمر أنه أنت تتدبر القرآن الكريم. فعندما أتدبر هذه الآية قل الروح من أمر ربي، فأنا أسمع لهذا الأمر. رقم اثنين، في تفسيرين للآيتين عشان أنا أوصل إلى النقطة اللي أبغى أوصل لها مي، وهذه نقطة جدا مهمة في الواحد الوصول إلى النور، الى مرحله انه هو يعني ايمانه بالله يزيد. نعم، في تفسيرين انا احب اخذ من المفسرين في العصر القديم ابن عباس، وفي العصر الجديد الشعراوي رحمه الله عليه. ابن عباس يقول انه هذه الايه ما نزلت في الروح كالمسمى الروح اللي احنا روح داخل جسد، انما نزلت في جبريل عليه السلام. الرسول كان يمر وفئه من اليهود حبوا يسالوه: يعني انت بتقول انه عندك علم وانه انت تعلم وعندك جبريل اللي هو الروح، جبريل عباره عن روح صح؟ صحيح. نعم. فقالوا خلينا نروح نسال النبي محمد عليه الصلاه والسلام: ايش هي الروح يا محمد؟ فنزل الوحي جبريل على لسان جبريل: قل يا محمد. ونزلت الايه كلها اللي هي: ويسألونك عن الروح. حين هم سألوه قل الروح من أمر ربي، أوكي، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. لما رد عليهم هذا الرد: أنت أوتيت من العلم قليلا، أنت عارف زعلوا، يعني قصدك أنه إحنا عندنا التوراة. فكما لو أنه كان في يعني الآية نزلت في موقعة في حادثة عن جبريل عليه السلام. وإذا إحنا أخذنا رأي الشعراوي، الشعراوي له نظرة أخرى، بيقول لك الروح هي الطاقة اللي بتحرك كل الأعضاء الداخلية للجسد، القلب والرئتين والمعدة والكلى. فحتى احنا بنقول لو واحد لا سمح الله بيموت ولسه ما مات، بنقول لسه في روح. إذا انتزعت الروح من الجسد مات الجسد. فالروح هي الطاقة التي تمد الأعضاء الداخلية في الجسد الحيوية إلى العمل، وبالتالي قدرة الجسد على التفاعل في هذا البعد. واضح؟ إذا من الناحيتين تفسير الآية من الناحيتين جميل جدا، وهو لا يعني كلما تطرق يعني إنسان ما إلى موضوع في الروح نقول له الآية على طول في وجهه: قل الروح من أمر ربي واسكت وما أوتيت من العلم إلا قليلا، أنت ما تعرفش حاجة في هذا الموضوع. لا، بالعكس، القرآن يقول لك: أفلا يتدبرون القرآن. فوصلنا ل كابتن محمد، بس أنا أبغى أذكر إنه كابتن محمد ما شاء الله دارس في، بس يا ليت تعرف بدراستك في هالموضوع ممكن؟ ايوه، انا اساسا بكالوريوس هندسه كهربائيه، دوائر كهربائيه، ومدرب تاي تشي ويوغا وفنون دفاع عن النفس. التاريخ درست نعم، وباحث في هذه العلوم يعني تقريبا 20 عاما من البحث والقراءه والممارسه والتاملات الساكنه والتاملات الحركيه، لأن هنالك تأمل ساكن وتأمل حركي أثناء الحركة، تماما كما في الصلاة، تماما كما في التاي تشي واليوغا. وأحب أن أقول حاجة. طيب، إحنا هديك معلومة مايو للمستمعين والمستمعات عشان أوصل إلى النقطة اللي أنا كنت أبغى أوصلها، لكن في المقام الأول كنت أبغى أزيح الـ يعني عدم وضوح الرؤية عن موضوع هذه الآية الروح من أمر ربي، عشان إحنا نستطيع أن إحنا نتدبر في هذا المعنى، اوكي؟ عشان في ناس بالمواضيع هذه ما مع انه هذا اصل الحياه. صحيح. الدين الاسلامي دين روحاني بالمقام الاول. اسمع الايه: فوجدوا عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الكهف الايه 65،
الرحمة اقترنت بالعلم اللدني، من لدنا علم، يعني من عند الله عز وجل. سبحان الله. انتبهي. طيب إذا إيش شروط الرحمة؟ أنت عشان يجيك من العلم اللدني، علم الكتاب من عند الله سبحانه وتعالى، لازم ربنا يعطيك رحمة. كيف أنا أحصل على الرحمة؟ انتبهي معاي، هذه بس 3 نقاط حتغير حياة أي واحد بيسمع هذا اللقاء اليوم إن شاء الله للأفضل. طب أنا كيف أحقق الرحمة تتنازل عليها رحمة الله سبحانه وتعالى عشان أنا يعطيني من العلم اللدني؟ لابد إنه أنت اسمع الآية هذه، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اقترن نزع الغل من الصدر بتنزل الرحمات من رب العالمين. هذه الآية سورة الحشر الآية 10، اسمعي دي. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا إن هدانا الله. الأعراف الآية 43. إذا يتضح لدينا هنا إنه التسامح هو أساس. أيوه التسامح، فإن الوعاء في الداخل هذا وعاء للروح يا مي، الجسد وعاء للروح. طبعاً. لما الوعاء للروح يكون متسخ بأحقاد وبعدم تسامح وبعنصرية وبتعصب وبتكفير وبهذا، لا تستطيع الروح أن ترتاح داخل الجسد. حتى الواحد ممكن أن يعاني من أمراض عضوية وصحته تتأثر وهكذا، ولا ترتقي الروح. نعم، لأنه في علاقة بين الاثنين. فأنت كيف تنظف هذا الوعاء؟ أنت تبغى العلم صح؟ كلنا إحنا نسعى لأنه نطلب العلم، أوكي؟ وهذا نزل في القرآن، اقرأ، هذا أمر ليكي أن أنت تطلب العلم، اقرأ، هذا أمر، وهذا الذي نحن نفعله. فعندما نتدبر القرآن نحن نتقرب أكثر إلى الله عز وجل. طيب، فرؤوف الرحيم، أنا لازم أتخلص من هذه الأحقاد والكراهيات اللي تراكمت عبر السنين من خبراتي. واحد قطع علي وأنا بسوق، واحد شتمني، واحد سوى فيها حركة، واحد هذه كلها هنا. وبعدين انا لابد احكي للناس واتكلم للناس، وكان الناس يفكروا التسامح انه هو يعني انا اخذ كف اروح اقول لك اعطيني كمان كف. لا، هذا مش تسامح. انا كنت فاهم كده برضو، عشان كده كنت لما واحد يقول لي تسامح اقول لا، كرامتي، انت دافع عن كرامتك وحقك كل حاجه مكفوله. لكن القصد انه انت لا تقعد تتكلم وتعيد الزيد في اللي اذاك وتعيد في قصته. والقبول مهم، مش كل ما تشوف واحد يطلع فيه 100,000 عيب كانه انت منزه عن الخطا. وكمان التسامح، تسامح وتتسامح، طلع هذه الاشياء برا. صحيح. وفي نفس الوقت انت لازم تشوف ممكن في يوم ضرب بسه في الشارع. والاهم كمان محمد اصدار الاحكام، هذه من الاشياء اللي الناس تطيح فيها وما تنتبه. هذا كفر وهذا مشرك وهذا مرتشي وهذه صحيح. فختاما انا عشان اخلص وجهه نظري ونسمع من خذ وقتك يا محمد، تفضل. ايوه، فختاما انا بس عندي فكره، دائما انا اي موضوع برتب الافتتاحيه عشان انا اقدر يعني زي ما اقول لك بروسلي، فضل الكوبايه حقتك عشان انا اصب لك من الشاي حقي. فانا في اول الافتتاحيه بشيل اللي هي السد اللي بيني وبين بعض الناس اللي هم بيفسروا الآية حتى ما يعرف تفسير الآية. يعني أنت لو قلت لهم روح هيقول لك هذه الآية، هو ما يعرف إيش تفسيرها أساسا، ما يزيل هذا الشيء. والمرحلة الثانية إنه أنت ترتب الأفكار. إذا إحنا قلنا إحنا نبغى علم، اقرأ، العلم اللدني من عند الله عز وجل، عشان أنا أوصل له لازم ربنا يعطيني رحمة. فوجدوا عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا إيش، وعلمناه من لدنا علما. رحمة، كده يجي العلم. حلو. طيب تفكر في القرآن. أنا مهندس برضو وفي الدوائر الكهربائية، ولما أدرس أعرف علوم الطاقة وإن في ناس بتطلع حرارة وكأنه جوا دائرة كهربائية، وأقدر أربط بين هذه العوامل حتى بطريقة علمية. هذا الشيء مفسر، والروح تستطيع أن تفسرها بطريقة علمية وطريقة رياضية. بنقول خلي عندك روح رياضية. إذا الروح موجودة في كل مكان، في كل الأبعاد موجودة، أوكي؟ فلما أنا أقرأ في القرآن، انا شخصيا بتكلم، هذا الكلام مش احد قال لي، هو انا تدبرته بنفسي. يعني ناس علموني، ادوني مفاتيح مثلك ومثل كثير من المعلمين، يعني اشياء انت تشوفها بزاويه اخرى. فبدا الواحد، انا اتساءل، اتيناه رحمه وعلمناه، طب انا ابغى العلم اللدني، اتيناه رحمه، طب رب كيف انا احصل على الرحمه؟ جاءت الايات اللي هي سوره الحشر الايه 10 اللي هي تخلص من الغل والتسامح
والتشافي والقبول علشان تتنزل عليك الرحمة، عشان ترتاح روحك، علشان تقدر انت ترتقي ويتنزل عليك هذا النور اللي هو ايش؟ العلم نور. هذه هي الفكرة. ما شاء الله.